بالغربة حكايات إستوري على تشبيني بالغربة حكايات في الغربة حكايات. كنت حاسة إن أنا لوحدي ماليش حد وما حدش عايز يقرب مني. كان جوايا سؤال، وأنا عملت إيه غلط؟ اتولدت في سويسرا، عشت حياتي كلها هناك، رحت المدرسة هناك. أبويا مصري وأمي سويسرية، هما ربوني على الفاليوز بتاع الكتاب المقدس، وده كان أحسن تربية بصراحة. في الأول كنا عايشين في حتة والناس كانوا يعني أغلب منهم، مش كلهم بس أغلب منهم، كانوا جايين من بره، فأنا كنت حاسة إن أنا يعني مش غريبة، واحدة زيهم كده، وإحنا كلنا مختلفين وكلنا بنحب بعض وبنعرف نتعامل مع بعض ونتكلم مع بعض. بعدين اتنقلنا في حتة تانية، وفي الحتة دي ما كانش فيه غير ناس سويسريين، وهما ما حبونيش علشان كنت مختلفة عنهم، فهما ما كانوش عايزين يقربوا مني أو يكلموا معايا، أو لو بيكلموا معايا هو بس يعني شتيمة، ما فيش ولا أي كلمة حلوة، وأنا كنت حاسة أن أنا مش محبوبة. بحاول بس أعيش وسطيهم من غير ما أتكلم مع أي حد وعيش حياتي وأرجع البيت عيط. لما كنت عايشة في سويسرا الناس كانوا بيشوفوني مصرية علشان أنا مختلفة عنهم، ولما كنت بنزل مصر هما كلهم كانوا بيشوفوني سويسرية علشان عشت حياتي كلها في سويسرا. الموضوع كان شوية صعب عليا عشان ما كنتش عارفة أنا مين، هو أنا سويسرية ولا أنا مصرية، وأنا المفروض أبقى إيه؟ بس ربنا قال لي في الوقت ده إن هو مش بيشوفني ولا سويسرية ولا مصرية ولا أي حاجة، هو بيشوفني جوانا بنته وبأؤمن بيه. كبرت شوية واتعرفت على بنت سويسرية، ومعظم السويسريين مش بيؤمنوا بربنا. أول بنت كانت يعني بتتكلم معايا وعادي بتحبني، وإحنا بنخرج مع بعض وبنتكلم في أي حاجة، وأنا ما كنتش بخبي عليها إن أنا كنت مؤمنة، وهي ما فرقش معاها يعني، وهي كمان يعني كانت open قوي وحبتني زي ما أنا من غير ما أنا أغير أي حاجة فيا. للأسف يعني جالها كانسر بعد سنة، فالموضوع كان صعب. هي كانت بتروح كتير المستشفى، ما كناش بنشوف بعض، والدنيا يعني كانت صعبة شوية علي، علشان حسيت إن هي صاحبتي الوحيدة ودلوقتي بتمشي أو بتبعد عني وأنا مش عارفة أعمل إيه. كنت بسأل ربنا، وأنت إزاي بتسيب الحاجات دي بتحصل؟ ليه صاحبتي الوحيدة وأنا عايزة أساعدها ومش عارفة إزاي، وعايزة أتكلم معاها عن ربنا ومش عارفة إزاي برضو. كنت بصلي إن نور ربنا يبان في حياتها، صليت كتير قوي وسألت ربنا إني في الأول كنت متضايقة شوية، بس بعدين حسيت إن هو ربنا عارف كل حاجة وهو هيتصرف في الموضوع ده. للأسف من كام شهر هي راحت السماء، كان وقت صعب قوي عليا بصراحة، وحسيت إن هي بنت حلوة قوي وأحلى بنت بصراحة شفتها في حياتي كلها. لسه لغاية دلوقتي بفتكر كل اللي هي عملت في حياتي، هي ساعدتني قوي في موضوع ان انا ما كنتش حاسة ان انا عايشة في مكاني علشان ماليش اي حد. انا كنت حاسة بربنا قوي في الوقت ده، هو كل حاجة في حياتي وهو بيقعد، الناس بتمشي وبتيجي، وانا لو رحت سويسرا او مصر او اينا كان مش هحس ان انا في البيت غير لو انا معاه. في كل وقت انا كنت لوحدي او في مكان لوحدي، ولما كنت بحس بس بالوحده كنت بلاقي ربنا جوايا كان بيشجعني.
بنت في ثانوي، ابوها وامها ما كانوا خايفين قوي من الناس اللي بيتكلموا عربي، ما كانوش بيقبلوا ان هي تجيب اي حد، كمان لو بنت او ولد او اي حد البيت عندها. عزمتني عندها وفي الاول ابوها وامها ما كانوش عارفين ان انا بتكلم عربي، بس لما هما اتعرفوا عليا في الاول قالوا ان هما حبوني قوي وكده، ولما اكتشفوا ان انا من مصر اتخضوا في الاول، وبعدين غيروا رايهم تماما عن اللي هما كانوا بيؤمنوا بيه في الاول. وانا فرحت قوي بالموضوع ده، حسيت ان فعلا ربنا بيستخدمنا في كلامنا وفي طريقتنا علشان يوري الناس ان ما فيش حاجه اسمه انا جاي من بلد او من بلد تاني، هو على حسب ربنا بيحط ايه جوانا واحنا ماشيين في انهي سكه. بذاكر حاجه اسمه بايوميديكال ساينسز، احنا بنذاكر حاجه ما بين علوم وطب هيخلينا بعدين في المستقبل نكتشف ادويه جديده ممكن نديهم للناس في المستشفى وفي اي حته. نفسي بجد امشي في حياتي وربنا بيستخدمني في كل حاجه، في المدرسه، في الكليه، في عيلتي، مع صحابي، في الشارع، بعد كده في المستقبل في الشغل كمان، وده اللي جوايا. غربة في أي مكان بعيد عن ربنا، ربنا هو بيتي.